arabes ils sont forts. Bon, écoutez le son. Méchant, méchant, c'est marabout. Eh, méchant, méchant, c'est marabout. عندنا احسن رئيس الجامعه، عندنا احسن مدرب، احسن لاعبين، احسن لاعبين عندنا، فهمتي؟ عنديو الكاس. السلام عليكم، معكم عبد الرحيم من مدينة سيدي قاسم، من ضبط من حي الزاوية اللي انطلق الساعة 10 اتجاه دولة كوت ديفوار لتشجيع المنتخب الوطني. اولا كنبغي نشكر صاحب الجلالة، الله يحفظه لنا والله يشافيه اللي داير لنا هذا الشيء هذا. والله ما نتصور يعني الفرحة اللي انا فيها، سعيد بزاف. علاش؟ تصور صاحب الجلالة باش تحط القيمة ديالو يعني خصك تخرج المغرب، وفي سبيل الوطن انا مستطع نضحي باي حاجه، وفي سبيل الرايه ديالي، في سبيل كل شيء. الرحله دازت على احسن ما يقال، خصوصا ملي كيشوفوك معلق الصوره ديال صاحب الجلاله. انا دايها انا يعني فتوني لابسها، دايها يعني في غاده حاملها معايا. الله يحفظه لينا، الله يشافي الاسره العلويه كامله كامله. والكاس ان شاء الله جاي. الكاس غنديوه من سان بيدرو، من عاصمة الكوت ديفوار أموسكو إلى عاصمة الرباط. لا مبقاش أبيجو ولا أموسكو، غادي نديوه حتى الرباط. غادي يكون واحد العرس بالنسبة للشعب المغربي، غنديرو عرس، لأن عندنا أحسن رئيس الجامعة، عندنا أحسن مدرب، أحسن لاعبين، أحسن لاعبين عندنا، فهمتي؟ غنديو الكاس وعندي في البيكالا ديالي، من هنا غنهزو ما غنمشي بيه، فهمتي؟ والله يخلي لنا الملك، الله يخلي لنا صاحب الجلالة، صاحب الجلالة، صاحب الجلالة.